والد احد المعتقلين السياسيين في السعوديه بقاله 3 سنين. فاحنا بقالنا دلوقتي 5 شهور بنيجي قدام السفاره كل اسبوع. انضم الينا اليوم كمان مهزله تانية، مهزله اللي راحوا يعملوا عمره. يعني مسلسل اهانه المصريين في السعوديه مستمر، والسبب في كده بصراحه ضعف الحكومه المصريه مش السعوديه. العيب مش على السعوديه، العيب على الحكومه المصريه، والعيب على المجلس العسكري، والعيب على عصام شرف، والعيب على وزير الخارجيه. لو في شرفاء ورجاله وحكومه في مصر تحافظ على كرامه المصريين، ما كانش السعوديه تجرؤ تعمل كده. السودان اضعف دوله في العالم العربي، ما فيش سعودي يقدر يمد ايده على سوداني، لان وراهم حكومه رجاله. احنا ما عندناش حكومه هنا، ما نلومش السعوديه. اما المجرمين السعوديه دول لهم يوم ان شاء الله باذن الله. ابسط طلب بنطالب بيه، السفير ده ينطرد من مصر وما يقعدش على ارض مصر، ده اقل شيء بنطلبه. السفير ده ما يقعدش في مصر، ينطرد. معايا دليلي، معايا دليلي، داخله يوم 27، طلعني يوم الاثنين 29 الساعه 1. مسلمين ايه؟ ما بيعرفوش يعني ايه الله اكبر. ابسط حاجه يعرفوا انهم عملوا حاجه خطا. أنا والدة المهندس يوسف عشماوي يوسف، المعتقل في السجون السعودية منذ سنة، أنا مش فاكرة بالظبط برضو، بس هو بقاله 3 سنين وشهر وأسبوع، لأنه متاخد في شهر شعبان من 3 سنين، فكده بقاله 3 سنين وشهر وأسبوع بالظبط، ها، بدون أي تهمة برضو، بدون أي محاكمة. ليه؟ ما نعرفش. بيقول لك قضية أمنية، إيه هي دي القضية الأمنية؟ ما نعرفهاش. حد اتصل بيكم من الخارجية المصرية أو السفارة السعودية؟ إحنا بنتصل كتير بيهم، إحنا اللي رحنا السفارة بتاعتنا ولا عاملة حاجة، الخارجية بتاعتنا ولا بتقول أي حاجة. ولا حياة لمن تناجي زي ما بيقول. يعني مفيش رد رسمي منهم؟ رد رسمي ايه؟ لا، احنا رفعنا قضية قبل كده ايام ايام حسني مبارك، رفعنا قضية على وزارة الخارجية، لان كان كل ما نكلم يقولوا دي حالة فردية، دي حالة فردية، حالة فردية. بعد الثورة بقى اتضح ان عالم كتير في السعودية ومحدش دريان بيها. لما رفعنا القضية وجينا عملنا وقفة هنا من يجي سنتين، قعدوا مقعدين انفرادي 6 شهور ما نعرفش عنه حاجة. بيأدبونا بيأدبونا ويأدبوه علشان هو اللي هو العادي.